أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من يأخذ من لحيته شيء يعذب في القبر أم لا؟ ما ورد أنه يعذب بالقبر خصوصا، لكن الذي يأخذ من لحيته شيء يأثم، لأن هذه معصية مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإكرامها وإرسالها، فهو معصية ويأثم عليه. وأما تحديد أنه يعذب عليه في القبر، هذا يحتاج إلى دليل. نعم.